نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، شهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله صباح اليوم حفل تخريج الدفعة 13 من مرشحي الضباط سرية القادسية والدفعة 22 من مرشحي الضباط الجامعيين بكلية عيسى العسكرية الملكية. ولدى وصول صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله إلى ميدان التخرج يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة، كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وآمر كلية عيسى العسكرية الملكية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. استاذ سموكم تفتيش طابور خرجين ساي ثم تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله بتفقد طابور الخريجين.
استاذن سموكم بد طابور العرض سيد. ثم بدأ الاستعراض العسكري لكلية عيسى العسكرية الملكية، وقد أعرب سموه حفظه الله عن سعادته بتخريج هذه الدفعات من الضباط بمختلف التخصصات العسكرية والأكاديمية ليسهموا إلى جانب إخوانهم في مختلف القطاعات في مواصلة صون نهج التحديث والتطوير والإبداع في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وقد هنأ سموه حفظه الله الخريجين داعيا إياهم إلى الفخر والشموخ بانضمامهم إلى إخوانهم في ميدان العزة والكرامة متسلحين بالعلم والمعرفة والإيمان والثقة بالنفس خدمة لأوطانهم، شاكرا سموه آمر كلية عيسى العسكرية الملكية وجميع منتسبيها على جهودهم في رفد قوة دفاع البحرين بضباط على درجة عالية من الكفاءة والفعالية بمختلف التخصصات العسكرية والأكاديمية قادرين على حمل أمانة الدفاع عن الوطن ومكتسباته والمشاركة بنهضته بمواجهة مختلف الظروف والتحديات، مشيدا سموه بالمستوى الذي ظهر به خريجو الدفعة 13 من مرشحي الضباط سرية القادسية والتي ضمت عددا من مرشحي الضباط من الدول الخليجية والعربية الشقيقة والدفعة 22 من مرشحي الضباط الجامعيين، كما شكر لهم سموه جهودهم التي بذلوها خلال الدورة راجيا سموه من الله أن يوفق الجميع لمزيد من النجاح والتطور لخير وصالح مملكتنا ووطننا العربي والإسلامي. بخطوات ثابتة وواثقة تتقدم سرية القادسية في هذه اللحظات من أمام المنصة الرئيسية. هذه اللحظات تمر من أمام المنصة الرئيسية سرية أحمد الفاتح والتي سميت باسم المؤسس. شهدته قوة الدفاع منذ الضوء الأول انطلاقتها وفقاً لرؤى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى. حملت قوة دفاع البحرين أمانة حماية الوطن والدفاع عنه والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، بالإضافة إلى تنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها داخل المملكة وخارجها والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء
لحماية المنطقة من مختلف التخصصات العسكرية والعلمية، وكانوا دائماً عند مستوى الضباط على كافة المهارات والعلوم العسكرية والأكاديمية، وتأهيلهم ليكونوا ضباطاً مؤهلين للنهوض بمسؤولية القيادة بكل كفاءة واقتدار. الجنود الآن في الميدان، ها هم أبناء البحرين وقد تسلحوا بالعلم والإيمان والعزم ونذروا أنفسهم رخيصة. سيدي صاحب السمو الملكي، إن كلية عيسى العسكرية الملكية هي نتاج رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لإعداد قادة المستقبل من أبناء الوطن الغالي، وتجسد تطلعات جلالته لتطوير قواتنا المسلحة وتعزيز قدراتنا العسكرية لحماية الوطن وصون مكتسباته. ولقد أسست الكلية على أحدث المناهج ومستجدات الفكر العسكري، وذلك من خلال مناهج دراسية شاملة تجمع بين العلوم العسكرية والأكاديمية، بحيث تسهم في إعداد أجيال من الضباط المؤهلين عسكرياً وفكرياً وبدنياً للنهوض بمسؤوليات القيادة العسكرية بكل كفاءة واقتدار. نحن سيدي جنودك البواصل، حماة الوطن وسياجه الأمين، نجدد العهد والولاء لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ونعاهد الله بأن نظل على العهد عهد الآباء والأجداد، نذود عن حياض الوطن ونصون منجزاته ومكتسباته. سلام الله على ذروة سنام المجد أبو سلمان زعيم المملكة عوق الخصيم مغيظ عدوانه، أخونا جلا عريب الساس معدال الدهر لا شان طرف بشتهي ذري من جفاه الوقت ووطانه. أخونا جلا عريب الساس معدال الدهر لا شان طرف بشتهي ذري من جفاه الوقت ووطانه، مليك للعرب منصى وللخايف ذرى وكنان من حمول الزمان الكايدة ما تشكي أمتانه، حكيم يحل صعبات الأمور وللعدل ميزان يصون الجار يوم إن القصير يخون جيرانه، فرق بدل الملوك بطيب راس وقو باس وبان على قمة جبال المجد عرش مثبت أركانه، ولا دارة رح الهيجة فهو في مقدم الفرسان، ولا من نهر ما قلب العدو ما زل نيشانه. موقين أولاً عقب ذلك تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله بتوزيع الجوائز على المتفوقين من خريجي دورة مرشحي الضباط الدفعة 13 سرية القادسية والدفعة 22 من مرشحي الضباط الجامعيين. We'll be right back.
بعدها قدم آمر الكلية هدية تذكارية لسمو نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله. ثم جرت مراسم تسليم واستلام راية كلية عيسى العسكرية الملكية من الدورة المتخرجة سرية القادسية إلى الدورة المستجدة سرية أحمد الفاتح. وعاركم أمام الله ثم الملك بنات الحفظ الأمانة حتى آخر قطرة في دمائنا. ثم تلي الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله بتعيين خريجي الدفعة 13 سرية القادسية والدفعة 22 من مرشحي الضباط الجامعيين ضباطا بقوة دفاع البحرين. ثم أدى الخريجون قسم الخدمة العسكرية. لقد بذل منتسبو كلية عيسى العسكرية الملكية كل ما في وسعهم على مدار عامين كاملين لتهيئة هؤلاء الخريجين وإعدادهم وصقلهم وتسليحهم بالمعرفة العسكرية والأكاديمية وغرس فيهم الإيمان بالله والإخلاص للملك وحب الوطن، وقد تسلحوا بالعلم والمعرفة مما يؤهلهم ليقود الجنود في الميادين. بعدها بدأ انصراف الخريجين من الميدان. ها هم الخريجون وهم يغادرون الميدان بخطوات واثقة يرتقون سلم المجد لتبدأ بعدها حياة جديدة مليئة بالعمل الذي نذروا أنفسهم له في أعظم مهمة وأنقى رسالة وأشرف ميدان الجندية. ثم ودع سموه بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.